السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا توتي. هنعمل مع بعض النهاردة البسكوت القمر اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا، بمكونات بسيطة جدا، لكن الشكل حلو زي ما انتوا شايفين، لكنه كمان هش جدا ومقرمش جدا جدا. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملته ازاي. لو عجبك الفيديو اعملوا لايك، وما تنسيش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو طعمها أحلى، مكوناتها اقتصادية وبعملها بطريقة سهلة. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا. هنبتدي بقى أول حاجة مقادير البسكوت. هحتاج 2 كوباية من الدقيق، عليهم ذرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، أنا نخلت الدقيق طبعا، نص كوباية من السكر الباودر، نص كوباية من الزبدة، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 2 معلقة من اللبن لو احتجتهم وقت العجن، 2 كبار هرميين من النشا، وفانيليا. دي كل المكونات اللي انا هحتاجها. انا حطيت بس الزبدة في التلاجة تجمد شوية قبل ما ابتدي عجن البسكوت. دي بعد كده اضيف السكر على الزبدة. واخلطهم كويس جدا مع بعض لحد ما القوام يتقل معايا شوية ويبقى اللون افتح حبة كمان. ضفت البيضة وهضيف الفانيليا. وهبتدي اخلط المكونات كلها لحد ما تتجانس تماما واللون يفتح شوية والقوام هيتقل كمان معايا شوية. البسكوت سهل جدا، انا عملته بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين، مش محتاج ولا عجان ولا مضرب كهرباء. هضيف النشا، والنشا انا بضيفه على الزبدة لان هيختلط احسن في العجينة. هستبعد اللبن لحد ما اعجن العجينة، لو احتجت واخد منه هما 2 معلقة، يا اما هاخدهم كلهم يا اما هاخد جزء منه. هخلط بقى النشا مع المكونات كلها قبل ما اضيف الدقيق. خطوة اضافة النشا على الزبدة بيخلي النشا يتوزع احسن في العجينة، احسن ما تنخلي النشا مع الدقيق. انا هضيف الدقيق كله دفعة واحدة، هو المقدار مظبوط جدا ولا كتير ولا قليل. وهبتدي بعد كده اخلط المكونات كلها بالمضرب في البداية، وبعد كده هبتدي اعجن بايدي. طبعا انتي هتضاعفي الكمية زي ما انتي حابة، يعني دول 2 كوباية، ممكن تعملي 4 او 6 حسب عدد افراد اسرتك. هكمل عجن بقى البسكوت بايديا زي ما انتوا شايفين كده، انا في اطراف الاصابع بلم العجينة. البسكوت مش بيتعجن خالص، هو يدوب بتشربي الدقيق الزبدة والسكر اللي خلطتيهم مع بعض، كتر العجن في البسكوت بينشف العجينة زي ما انتوا شايفين كده، يدوب بجمع. انا حسيت ان العجينة ناشفة شوية معايا، فانا هاخد 2 معلقة من اللبن عشان اكمل دمج العجينة ببعض، لانها لو فضلت ناشفة كده وقت التشكيل هتشقق معاكي لما تنقليها في صينية الخبز. هجمع العجينة كده بالراحة زي ما انتوا شايفين، وهسيب العجينة ترتاح حوالي 10 دقايق قبل التشكيل. ده هيساعدني في الفرد وهيساعدني كمان في التشكيل. هنا العجينة انا فردتها بين كيسين بلاستيك وفردتها بسمك 0.5 سنتي. هبتدي بقى احضر صينية الخبز، وهبتدي اجيب القطاعة اللي انا هقطع بيها البسكوت. انا هستخدم القطاعة الوردة، ممكن تقطعيها باي شكل انت حباه، وممكن حتى تقطعيها بفنجان صغير او حتى بالسكينة مربعات او مثلثات زي ما انت حابة.
عندي كمان في القناة بسكوت المدارس، انا عملته من غير قطاعات خالص، هسيبه لكم في صندوق الوصف اللي حابب يشوف الفيديو. والوصفة كمان بسكوت المدارس وصفة اقتصادية جدا، ولا سمنة ولا زيت، لكنه شكله حلو وطعمه حلو جدا. خلصت تقطيع العجينة زي ما انتوا شايفين، هبتدي بقى اشيل الزيادات بتاعة العجينة واخرج وحدات البسكوت بتاعتي احطها في صينية الخبز. شايفين العجينة مظبوطة معايا، ولا شققت ولا بتتقطم معايا وانا بشيلها، مقدارها مظبوط جدا جدا، وسمك البسكوت كمان كويس، ولا تخين ولا رفيع. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. ده كده شكل الصينية بتاعتي، هدخلها على الفرن على درجة حرارة 170 على الرف الاوسط من 10 ل 12 دقيقة حسب درجة الفرن بتاعتك، لحد ما البسكوت يستوى، واشغل الشواية اديله لون خفيف، انا بحب لون البسكوت يبقى ذهبي فاتح. وده كده شكل البسكوت بعد ما خرج من الفرن وبرد، انا هبتدي ازينه. شايفينه اخد لون ذهبي فاتح، وهوريكم القاع بتاعه كمان احمر بقى من تحت لونه ذهبي، وهش جدا ومقرمش جدا، يعني وانا بخبط كده على الطبق كان بيعمل صوت عالي، دليل انه مقرمش جدا. البسكوت احتفظي بيه في علبة محكمة الغلق، هيفضل معاكي مقرمش لحد ما الكمية كلها تخلص. انا هزينه بالسكر الملون، وده عملته في القناة برضو، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ده ابسط حاجة ممكن تزيني بيها البسكوت والحلويات لو ما عندكيش فرماسيل، او عايزة تعملي حاجة حلوة ومفيش وقت ان انت تنزلي تشتري، لوني السكر ولوني بيه اي حلويات او كوكيز او حتى كيكات، بيدي لون جميل وبيدي لمعة كده جميل كأنه كريستالات. عندي البسكوت بتاعي انا هنا عندي عسل نحل، حطيت نقطة كده في نص البسكوتة، وهبتدي احط شوية من السكر اللي انا ملوناه ادي شكل البسكوت بتاعي. طبعا كل وردة انا هحط فيها لون مختلف عشان ادي تشكيلة جميلة للطبق بتاعي وقت التقديم. طريقة تلوين السكر سهلة جدا وبيبقى حلو جدا في التزيين، ما تنسيش تشوفي الفيديو. طبعا انتي بتلوني السكر بأي الوان انتي حباها. انا عايزة اقول لكم بس ان اللون الموف اللي على فوشيا اللي جوه ده مش الوان بتاعت طعام خالص، ده مركز البنجر انا بعمله عشان الون بيه الحلويات والكريمات، بيبقى لون طبيعي وبيبقى طعمه حلو كمان. برضو رابط الفيديو بتاع مركز البنجر هسيبه لكم في صندوق الوصف. كنت عاملاه يوم فيديو كنت عاملة ريفيو عن عصارة الفواكه، هسيبه لكم في صندوق الوصف. بصوا شكل البسكوت جميل ازاي. انا كمان لونت احراف البسكوت، كل بسكوت عطيته لون كده مختلف، حسيت ان كده شكل البسكوت احلى. وهلون واحدة معاكم علشان تعرفوا انا عملته ازاي. انا كنت هكتفي بالنقطة بس الملونة اللي جوه البسكوتة، بس قلت لا اغير الشكل فاعطاني شكل احلى لما كمان لونت الحراف. بس انا بحط على حرف البسكوت العسل، وبعد كده بغمرها في السكر، فبيبتدي العسل يشيل من السكر الملون، فبيديني الشكل الجميل ده للبسكوت. ممكن طبعا استبدال السكر الملون بيبقى بشوكولاتة فارماسيل او شوكولاتة بتسيحيها وبتلونيها، بس دي كده ابسط طريقة لتزيين البسكوت، وطريقة موفرة كمان. السكر موجود عندنا في البيت وهنلونه وهنحتفظ بيه في علب مغلقة لوقت الاستخدام في تزيين الحلويات والبسكوتات. ممكن كمان السكر الملون ده تزيني بيه احرف الكاس قبل ما تحطي فيه العصير، فهيدي شكل جميل. لو انت عايزة تقدمي العصير بشكل مختلف لوني السكر
وحطي كده على حرف الكاس، هيدينا شكل جميل لكوباية العصير او كاس العصير. شايفين البسكوتة شكلها جميل ازاي؟ انا هكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا انتي بتسيبي البسكوت لما ينشف شوية علشان السكر ما ينزلش منه، يعني بتسيبيه ساعة كده الرطوبة بس اللي اخدها من العسل تطير، طبعا الجو حر وهتطير بسرعة علشان يمسك في البسكوت السكر. شايفين بقى ده كده الشكل النهائي، شكله جميل جدا بمكونات بسيطة، عملنا طبق بسكوت حلو وشكله يفتح النفس. استخدمي دقيق مخصص للبسكوت عشان تاخدي نتيجة كويسة للبسكوت، زيني بأي حاجة موجودة عندك، كانت يعني أبسط حاجة تزيني بيها هو السكر الملون، ممكن تستبدليها بشوكولاتة فارماسيل أو حتى بشوكولاتة، أو حتى لو سبتيه سادة طعمه حلو جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشيروه عشان الفايدة تعم، وادعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. انتظروني فيديوهات جاية كتير حلوة. سلام.